تيكو في أرابتك، والنهاردة هنتكلم شوية عن موضوع عامل زي أرقام كروت الشاشة وإزاي تفرق ما بينهم. بس إحنا النهاردة مش هنتكلم عن كروت الشاشة، النهاردة هنتكلم عن البروسيسورز بتاعة إنتل. بتسمع كتير إن في حد يقولك أنا عندي بروسيسور ده جيل أول، جيل تاني، جيل رابع، جيل تامن، جيل تاسع. طبعا أنت دايما يعني طبعا أعرف منين إن ده جيل رابع أو خامس أو سادس؟ في حاجة تقدر تقولي ان ده رقم الجيل بتاعه كام، او حاجة تقدر تفرق ما بينهم، او ايه الفرق ما بينهم، وليه هو اسمهم اجيال، ليه مسمينها اجيال، ليه بالترتيب ده معين ده، والارقام اللي بتبقى جاية على البروسيسور بيبقى اربع ارقام وساعات القدام بيبقى تلات ارقام، معنى ايه الارقام دي كلها. النهاردة هنعرف معنى الارقام دي ايه كلها، وازاي تفرق ما بين الاجيال، وعشان وانت رايح مثلا تشتري كمبيوتر محدش يجي يقولك مثلا ده جيل رابع ما يكونش اصلا جيل رابع، ما يجيش يقولك مثلا ده جيل تاسع ده اجدد حاجة نزلت، لا في اجيال تانية، ولازم تبقى عارف ايه الفرق ما بينهم، وليه تجيب i3 او i7 او i5 او i9، يعني لو هتجيب i9. كل الحاجات دي النهاردة هنعرف، بس اول حاجة عايزين نعرفها الارقام، ازاي تعرف ان الاول انت الجيل الكام. هنفتح مثلا هنا جوجل كروم، وهنقول مثلا ان ان احنا هنسأل عن البروسيسور، سمعت عن رقم بروسيسور اسمه 2120، تمام؟ هنكتب انتل i3 2120، هو i3 عامة 2120، انتل 2120. طبعا 2120، اول حاجة تيجي تبص عليها 2، هما اربع ارقام، فاول واحد تبص عليه الاثنين ده يعني جيل تاني على طول، ما فيهاش كلام. برضو عشان نبقى عارفين، هتلاقي شايف البروسيسور ده، دي كل دي بروسيسورز موجودة. تبص تفتح اي بروسيسور فيهم هتلاقي هنا مكتوب ايه 2120 i3 2120. 2000 يعني جيل تاني، نفس الكلام هنا 2120 ده جيل تاني. لو احنا برضو عايزين نتأكد اكتر من كده، ان احنا هندخل على صفحة انتل نفسها وهي يقولك ده الجيل الكام. هندخل هنا هتلاقي ان ده 2120 ساندي بريدج، دي الاركيتكتشر بتاعه، وطبعا كل بروسيسور او كل جيل ليه المذر بوردز بتاعته اللي بتركب عليها، بس يعني ده قدام شويه، احنا برضو هنعمل فيديو عن الحاجات دي كلها. احنا ممكن برضو ندور على، ممكن نكتب 2100 جينيريشن second generation intel core i3 اللي هو 2120، ده الجيل الثالث. ال LGA 1155 دي المذر بورد نفسها، بتسمع عن حاجه اسمها سوكت او LGA، هما الاثنين واحد، سوكت او ال LGA يعتبر هما الاثنين واحد، في فروق طبعا بتفرق. طيب هنيجي نبص على حاجه مثلا 3120 i3 3120. الاي 3 3120، ما دام في رقم 3 في الاول يبقى ده جيل تالت برضو. هنكتب كده ونكتب جينيريشن، تلاقي انت الكور اي 3 ان في بريدج، اها انت الكور اي 3 3120 ام ثيرد جن. يبقى احنا متفقين ان اول رقم على الشمال ده الجيل بتاعك، سواء جيل تالت رابع خامس سادس. ممكن برضو لو عايز ندور اكتر ممكن نكتب i7 مثلا 8000، وشوف ايا كان الرقم هيطلع 8000، في مثلا 860 ده بقى عشان تبقوا عارفين كويس، ما دام مفيش اربع ارقام يبقى ده جيل اول على طول، يبقى انت عندك تلات ارقام جيل اول. اول رقم على الشمال لو هم اربع ارقام يبتدوا بقى الاجيال بتاعتهم، بيبتدي من الجيل الثاني على طول، لان الجيل الاول ملوش اربع ارقام، ليه تلات ارقام بس. يعني احنا كتبنا كده وكتبنا مثلا جينيريشن، هتلاقي ان الاي 7 ده عايزين ادفانس نيكل جينيريشن، هو مش كاتب لك بالظبط انهي جن، لان هو ما يعتبرش، لان ده اول جينيريشن ليهم اهو، i7 كور i7 860 كور i7 فيرست جينيريشن، ده الجيل الاول لانه ثلاث ارقام. طيب ممكن مثلا ندور على حاجه بروسيسورز نازله جديده 10 و11 في الاول، يعني 10000
9900 كي. ده طبعا انتوا متلخبطين كده، بقى فيه 5 ارقام، بس هو الرقم اللي على الشمال ده رقمه 10، 10990 كي. ما دام 10 يبقى الجيل العاشر. لو احنا كتبنا كده هتلاقي ان انت هتكتب generation ده 10th generation او الجيل العاشر. طبعا نفس الكلام هنا، هتلاقي ان ده طبعا في حاجات اسمها اكس وحاجات اسمها كي، دي برضو هنتكلم فيها بعدين، لان الكي والاكس والام والاتش والال دي حاجات كتيرة بتتحط بعد البروسيسور. بس اهم حاجة بالنسبة لك ان انت تعرف ان الارقام دي اللي هي العشرة، لو احنا شلنا العشرة ده هيبقى 920، ده يبقى على طول جيل اول. في 10 يبقى جيل عاشر، في 9 يبقى جيل تاسع، في 7 يبقى جيل سابع. دي الأرقام بتاعتك المهمة بالنسبة لك في أي بروسيسور أنت جاي تشتريه، لازم تتأكد الفرق في الجنريشن. طبعا الفرق في الجنريشن عشان برضو نبقى متفقين، هو الجنريشن تقريبا بينزل كل سنة، بس مثلا أنا هجيب اي 7 جيل تاني، وفي قدامي جيل 5 جيل رابع. طيب أنا هجيب الجيل التالت ولا الجيل الرابع؟ ناس كتير هتيجي تقول لك لا اجيب الاجدد طبعا، ده يعني مفيهاش كلام. هنا بقى ممكن اقول لك لا ما تجيبش الاجدد، لان الاجدد في السنه تقريبا بيبقى فيه برفورمنس مثلا بوست 5% 10% بالكتير. وطبعا انت عارف ان الاي 5 بيبقى 4 كور 4 ثريدز، الاي 7 بيبقى 4 كور 8 ثريدز، اللي هو البروسيسور بقى كانه بيشتغل يعتبر الدبل. فانا بالنسبه لي لا، انا اجيب اقدم جيل بس يبقى أقوى من الجيل الجديد. وطبعا دي الأرقام لو حد عنده أي سؤال متعلق بالأرقام بتاعة البروسيسورز أو معناهم إيه، أو الكي والأكس والحاجات دي طبعا إحنا هنشرحها برضو بعدين. وياريت لو عجبتكم الفيديو تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، وطبعا لو عندكم أي كومنت تقدروا تقولوها، وبرضو هبعت لكم هحط في الديسكريبشن الويكيبيديا بتاعت انتل بروسيسورز عشان لو حد عايز يتشك يسأل على حاجة، أو طبعا يقدر يعمل لي كومنت ويشوف اللي هو عايزه. وشكرا وباي باي.